خلونا نستقبل عبر الهاتف دكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية. دكتور أهلا بحضرتك. دكتور تامر حضرتك معايا يا فندم؟ معاكي، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الأرقام اللي ذكرت النهاردة يا دكتور المتعلقة بالمشاكل اللي عند الأطفال في التغذية، إذا كانت السمنة أو الأنيميا أو التقزم، حضراتكم بتقيموها إزاي؟ هل دي أرقام كبيرة وسط أعداد الأطفال اللي موجودة في المدارس؟ بصي، هي السمنة وغيرها من أمراض سوء التغذية يعني كانت أولى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام جامد، عشان كده احنا من بدأنا الشغل من 3 سنين على الموضوع دوت للقضاء على أمراض سوء التغذية بهدف إنشاء جيل صحيح عقليا وبدنيا. وتشكلت فرق ونزلنا المدارس وفحصنا الطلاب في المرحلة الابتدائية كلهم من أولى لستة ابتدائي، وتم رسم خريطة صحية للطلاب، وحددنا حالات الأنيميا والسمنة والتقزم. معالي الوزيرة دكتورة هالة زايد وجهت بعمل خطة عمل متكاملة، وبدأنا نحول الطلاب لعيادات التأمين الصحي لإعادة الفحص وعمل برنامج علاجي لكل طالب. هتعيدوا الفحص يا دكتور تاني؟ اه طبعا، الطالب لما بيروح العيادة بيتعمل له إعادة فحص تاني عشان نتأكد من البيانات الأولانية، بتعمل إعادة فحص كامل وبيتعمل له برنامج علاجي خاص بيه وبيتلقى العلاج بالمجان. والنهارده زي ما حضرتك سمعتي سيادة الرئيس اتكلم عن اطلاق مشروع التغذيه المدرسيه لحل المشكله من جذورها، يعني بدل ما احنا عمالين نعالج في امراض سوء التغذيه، لا، هو سيادته حل المشكله من جذور وقال هنظبط نظام التغذيه. وتم بالفعل التنسيق مع اكثر من جهه، وزاره الصحه احنا زي ما فهمنا كمان عذرا على المقاطعه دكتور من وزيره أفضل. الصحه انه حسب حاله كل طفل الوجبة اللي هتنزل ليها علاقة بالدايت أو بالسيستم أو بالنظام الغذائي الأفضل له، إذا كانت بالزبط. سمنة أو تقزم أو أنيميا. بالضبط يا فندم، تم عمل خريطة تغذية بناء على النتائج اللي حصلنا عليها من مبادرة مليون صحة، عشان كل طالب يوصل له وجبة صحية تناسب احتياجاته، بمعنى أن المحافظة اللي فيها أنيميا كتير لا هيتعمل لها وجبة فيها نسبة حديد أعلى، المحافظة اللي فيها نسبة سمنة عالية هيتراعى ده في الوجبة الغذائية المقدمة يكون لها محتوى سعرات حرارية أقل، وهكذا. من التصريحات الهامة كمان النهاردة يا دكتور إنه من الملاحظ إنه المدن أو المحافظات اللي فيها سمنة هي المدن أو يعني المدن فيها محافظات أو عفوا المدن فيها نسبة أعلى من السمنة، غير مثلا على سبيل المثال ريف ما فيهوش، وده حتى زي الكبار، يعني الأطفال الكبار عندهم نفس المشكلة إذا كانت في السمنة. هل وصلتم للأسباب ورا ده؟ يعني مثلا وجه بحري، القاهرة، الجيزة، دي عندهم مشاكل سمنة. أنا هتكلم معاكي بالبيانات عشان تبقى الكلام محدد. يعني إحنا عندنا أعلى 3 محافظات زيادة في نسبة السمنة كانوا اسكندرية ودمياط والقاهرة. وطبعا حضرتك تقدري تشوفي والله ده هناك فيه حلويات، ده هناك المستوى المادي مرتفع، لا النمط الغذائي هناك محتاج تعديل. طبعا كل الحاجات دي خاضعة للتحليل عشان نحل المشكلة على أساسها. طيب خليني أسأل حضرتك أيضا، هل المبادرة قائمة فقط على الكشف عن الأمراض الخاصة بسوء التغذية، ولا كمان في أهداف توعية بضرورة مواجهة النوع أو النوعية دي من الأمراض؟ لا، هي مبادرة متكاملة، ومعالي الدكتورة هالة زايد وجهت بأن الفترة الجاية إن شاء الله هيكون في نشاط توعوي بخصوص تصحيح مفاهيم التغذية عند المجتمع ككل، عشان إحنا مش هينفع إن إحنا نبني في المدرسة ويكون البيت بيهد اللي بيبني، لازم يبقى الدايرة متكاملة ولازم البيت يكون فيه التغذية سليمة. نبعد عن الحاجات المعلبة، الخضار الفريش، الفاكهة الفريش، وهكذا. حقيقة النهارده في جمله ايضا اتقالت هامه جدا يا دكتور، انه هي مش بالاكل الكتير، هي بالاكل الصحي. ممكن حد يكون بياكل كتير ولكن مازال او عنده انيميا من الاطفال طبعا. بالظبط يا فندم، ودي نقطه من ضمن النقط اللي احنا محتاجين نبني ثقافه غذائيه جديده، ان الموضوع بالكيف وليس بالكم. هل بتكونوا يا دكتور زي داتاباز او مجموعه أو معلومات عن عمليات الكشف اللي بتتم على طلبة أو أطفال مصر؟ العملية المبادرة كلها مميكنة ومعمولة على يعني ليها داشبورد وليها داتابيز، وكل الداتا بتتاخد وبيحللها لجان متخصصة عشان نوصل لأحسن نتائج ونوصل لحلول علمية.
ازاي ممكن نستخدم هذه القاعده تحديدا، وانه دول الاطفال اللي غدا هيبقوا شباب ومن بعدها عائلات و و و بصي، هو يعني كلام حضرتك مضبوط. هو الهدف كان من ضمن اهداف مبادره مليون صحه بفروعها المختلفه تكوين قاعده معلومات عريضه للشعب المصري بيتم الاستفاده بيها في الخريطه العلاجيه كلها لمصر، مش على قد الانيميا والسمنه والتقدم بس. احنا عندنا دلوقتي خريطه لكل المعلومات الصحيه في فيروس سي، في العمليات، في كل حاجه. وبيتم الاستفاده بيها فعلا في وضع الخطه الصحيه للجمهوريه كلها. نقطة أخيرة يا دكتور لو تسمح لي أرجع مع حضرتك ليه، هي مش بالأكل الكتير، هي بالأكل الصح. لو هتوجه نصيحة لأولياء الأمور، لأنه في عندنا بعض الموروثات المتعلقة بالطبق لازم يخلص، ببعض العادات الغذائية الخاطئة اللي قد تؤدي إلى السمنة أو قد تؤدي إلى الأنيميا أو الاثنين في نفس الوقت. بصي، هو في، أنا مش هأشكل عليكم عشان التركيز يوصل، أنا هتكلم على نقطتين. أول نقطة نبعد عن الحاجات المعلبة ونتجه للحاجات الفريش أكتر، عايزين نبعد عن المواد الحافظة بأشكالها. تاني حاجة النشويات والسكريات ما ينفعش يبقوا هم أكتر حاجة، لازم الخضار والبروتينات هم اللي يكونوا أكتر حاجة، عشان بس الناس تركز وتعرف تنفذ الموضوع. شكرا يا دكتور. الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية.